جالي ورم في اللسان والغدد الليمفاوية، فماشي في الإجراءات إن أنا في العلاج. المفروض إن أنا إن شاء الله أعمل عملية استئصال للورم ده، وأنا طالب من حضراتكم إن أنتوا تدعوا لي. السلام عليكم. يا لو راحت البال بتتشرب الفلوس. جالي ورم في اللسان والغدد الليمفاوية، فماشي في الإجراءات إن أنا في العلاج. فماشي في الإجراءات إن أنا في العلاج. المفروض ان انا ان شاء الله اعمل عمليه استئصال للورم ده، وانا طالب من حضراتكم ان انتوا تدعوا لي. السلام عليكم. جالي ورم في اللسان والغدد الليمفاويه، فماشي في الاجراءات ان انا في العلاج. المفروض ان انا ان شاء الله اعمل عمليه استئصال للورم ده، وانا طالب من حضراتكم ان انتوا تدعوا لي. كيف حالك يا بسيط؟ ما هي أسعد ذكرياتك؟ أسعد ذكرياتي إني ما أشوفش حماتي. عاملين إيه؟ وحشتوني. انا بقالي فتره ما بظهرش لان انا جالي ورم في اللسان والغدد الليمفاويه، فماشي في الاجراءات ان انا في العلاج. المفروض ان انا ان شاء الله اعمل عمليه استئصال للورم ده، وانا طالب من حضراتكم ان انتوا تدعوا لي. السلام عليكم.